Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our student in accounting for financial institution. Today we will discuss chapter 2 regarding the nature and regulation of depository institution. مؤسسات الإيداع طبيعتها وآلية عملها. Firstly, depository institution are intermediaries between depositors and specific type of lenders. هي من اسمها مؤسسات إيداع وسيط ما بين الديبوزيتر المودع الشخص اللي عنده فايل with a specific type of lenders of capital مع المقرضين ومع المقترضين أيضا البروورز of capital. فعندي ثلاث مجموعات، في عندي مودع، في عندي مؤسسات المالية، وفي عندي المقرضين أو المقترضين. What's the benefit of this institution? What it could provide to the financial market? It provides liquidity, سيولة، convenient، تيسير أمور. عندي فائض، هذا عنده عاجز، هذا عنده ناقص، هذا عنده زيادة، فيكون وسطاء، as well as safe investment، وحفظ للأموال والاستثمارات. How it works, this depository, the role of the depository institution. Summarize in the balance sheet, schematic of balance sheet of borrowers, depository institution, and depositors. كملخص أو جزء من الميزانية للبوروس اللي هم المقترضين المودعين. وافترض suppose that you are a borrower, you borrow a money from the bank. This we know it, and so many times we deal with it in our financial statement. When we take a loan from the bank, so it will create a liability here. عند الميزانية asset liabilities والإيكويتي طبعا. فلما باخذ قرض كشخص مقترض راح يظهر القرض بالنسبة لي ضمن liabilities النوت بيبل أو الكوميرشال بيبل أو whatever the type of loan نوعية القرض، لكنه راح يكون ضمن liabilities. As a depositor كشخص عندي فلوس أودعتها في البنك، فحساب البنك بالنسبة لي راح يكون ضمن الاسيت هير، الكاش اللي في البنك أو الانفستمنت اللي أنا مستثمرها كودائع الديبوزيت كلها تجي ضمن يا أما في الكارنت اسيت أو في الانفستمنت في الاسيت في بشكل عام including with the asset. هذه بالنسبة لي المودع تظهر معاه المبالغ اللي أودعها في البنك، المبالغ اللي استثمرها كودائع ضمن الوصول. الشخص المقترض راح تظهر ضمن liabilities. طيب الوسيط، احنا بنتحدث هنا عن البنك. البنك الودائع اللي ياخذها من الناس راح تكون ضمن liability. انا كبنك الان استلمت فلوس، اذا we have to obligate this amount to the depositor. نلتزم بهذه المبالغ الى المودعين، فراح تظهر ضمن الالتزامات. وشفنا في محاضره سابقه شكل البالانس شيت، او ممكن نشوف اليوم بالنسبه للبنك الودائع هنا liability ودائع العملاء. ضمن الاسيت القروض اللي منحها للمقرضين، هذه فلوس البنك تعتبر. انا كمودع اعطيت فلوسي عند البنك، البنك التزم لي. في نفس الوقت البنك اعطى الفلوس هذه الى المقترضين، اذا راح تكون ضمن الاسيت، ضمن اموال البنك. قروض اللي بيمنحها البنك بتمثل اصول، القروض اللي بياخذونها المقترضين بتمثل التزام عليهم. عكس اشوفكم البالانس شيت تبع البنك. This is the balance sheet as of December 2019 for NBO, National Bank of Oman, تبع البنك الوطني، including the asset loans, advances,
and financing activities for the customers. عبارة عن القروض اللي منحها البنك للبوروس للمقترضين. ضمن liabilities deposit, customer deposit, أو حتى ممكن بين البنوك تكون ودايع. Customer deposit and unrestricted investment account. حسابات الاستثمار غير المقيدة اللي هي الودايع. هذه كلها الودايع بتمثل التزام على البنك. هذه ودايع استلمها البنك أو موجودة في ذمة البنك. هذه القروض. هذه شغلهم بالأساس. يأخذ الودايع من المودعين من الأشخاص اللي عندهم فائض ويوجهها للأشخاص اللي عندهم حاجة. ويأخذ الفائدة بينه هذه اللي نشوفها لاحقا. هذا اللي يخص جزئية البالانس شيت. That's it. شفنا الديبوزيت وشفنا اللونز بالنسبة للبالانس شيت اوف ذا بانك. Source of fund for this institution. Depository institution obtain fund in form of deposit. بالتأكيد مصدرها الأساسي هو الودائع. Depository institution promote growth in economy, ability to do this depending on the willingness of lenders to hold deposit. Times of economic uncertainty or other investment over better returns. دائما البنوك او بشكل عام البنك المركزي بيستخدم آلية الإيداع لتحفيز الاقتصاد. فبتسمعون دائما عن زيادة سعر الفائدة، تخفيض سعر الفائدة. إذا حب يشجع الإيداع يزيد سعر الفائدة، وبالتالي معظم الأموال تتجه إلى البنوك للإيداع. شاف إن في ركود في الاقتصاد ممكن يخفض سعر الفائدة بحيث إن الناس تسحب من البنك لأن في فرص استثمارية أخرى في السوق، فيسحب من البنك يروح يشتغل ما في نشاط آخر، فيستخدم العوائد هذه أو الودائع لتحريك عجلة الاقتصاد. Thrifts هذه المدخرات include saving and loans association, saving bank and credit union. كل هذه المدخرات ممكن تمثل مصدر للوسطاء الماليين أو للبنوك. Thrifts major activities are to take deposit from households and to make residential mortgage. من الودائع هذه ممكن أيضا تستخدم ل الرهون العقارية أو الضمانات الاستثمار في جانب العقارات أو الرهون. Saving banks engage in broader variety of investing and borrowing. هي بنوك الادخار وظيفتها قلنا في هذه الجزئية in variety of investment and borrowing activities than saving and loans. المفترض أنها تشتغل أكثر في جانب الاستثمار أكثر من فقط مدخرات وقروض المفترض. Regulatory framework in Oman here, minimum paid capital requirement for local bank 100 مليون البنوك المحلية. احنا عندنا نوعين او مجموعتين local banks and international bank. We'll see them later in this chapter. And assigned capital requirement for foreign banks 20 البنوك المحلية 100 مليون ودائعها الأجنبية 20 مليون. Minimum capital adequacy requirement المحافظة على رأس المال أو ودائع المحافظة على رأس المال 12% minimum 7% in common equity من الأسهم العادية and 9% in tier capital. Tier capital راح نشوف الريشيو how it calculated مع Basel rules. Capital conservatism buffer of 2.5% has been set. In addition to counter cycle buffer need is reviewed from the time to time. يتم مراجعتها من فترة لأخرى. طبعا هذه النسب البنك المركزي هو اللي بيحددها. كم تكون ودائع المحافظة على رأس المال، الودائع لضمان الودائع لضمان أموال المودعين أيضا في البنك، يأخذ جزء منها البنك المركزي كضمان أيضا للبنك ديبوزيت انشورنس سكيم.
جدول ضمان الودايع. هذا النظام أو نظام معين للمحافظة على الودايع. The background of conceptual of insurance bank deposit has been there since the beginning of 19th century. من بداية القرن التاسع عشر من تأسيس البنوك في هذه الفترة ظهر هذا النظام. ظهر هذا النظام لتأمين الودائع بداية القرن التاسع عشر. However, many countries in the modern world have only adopted an explicit deposit insurance scheme after experience collapse. كثير من الدول ما اعتمدت هذا النظام إلا بعد ما واجهت أزمات وانهيارات في الاقتصاد العالمي أو في عندها بالاقتصاد المحلي. فصاروا معتمدين على برنامج تأمين الودائع أو نظام تأمين الودائع. كيف يشتغل؟ أو the objective of this system, the main aims of sitting bank, تحدث عن عمان, are providing a wide range insurance cover over all deposits with bank operating in the in Oman or Sultan of Oman to promote public saving. عشان يشجع الناس على الإيداع الدولة تعطي ضمان, تعطي لهم ضمان من خلال إشراف على البنوك التجارية ومن خلال أخذ هذه الودائع اللي شفناها النسب. يعني مش كل الأموال اللي بودعها أنا في البنك يتاجر بها ويشتغل بها البنك, جزء منها تبقى في البنك للسحوبات الاعتيادية أو الطارئة, وجزء منها تودع في البنك المركزي أساس أنها لو حصلت أي شيء ممكن البنك يتدخل ويغطي الودائع هذه. فعنده جزء من المبالغ المستلمة من المودعين تبقى ضمن سلطة البنك المركزي. هذا القصد بحماية الودائع أو أنها تبقى آمنة للمودعين. الـ initial capital of 10 مليون بيد by Central Bank of Oman and the commercial bank operating in Oman. 10 مليون تكون ضمن الودائع هذه, وأحيانا تكون نسبة من قيمة الودائع since its formation. The BDI is اللي هو البانكينج ديبوزيت انشورنس سكيم, هذا البانكينج ديبوزيت انشورنس سكيم. The BDI is fund have managed to grow reaching over 0.39 million as of 31st of December 2008. هذه إحصائية قديمة. This growth was mainly due to the return on investment. وطبعا الودائع هذه نمت بالعائد عليها السنوي خلال وجودها ب 2% ثم 3%. وممكن نبحث في تقارير البنك المركزي الجديدة نكلفكم به نشوف النسب الحديثة الآن. بنك subtypes ضمن البنوك هذه ممكن ألاقي مجموعة أو تقسيمات للبنوك التجارية أو البنوك الإيداع. فممكن تتقسم البنوك تكون ب diversified تتنوع according to for example the wholesale versus retail banks. بنوك التجزئة, بنوك الكبيرة أو الهولسيل makes loan to the business للشركات, للحكومات, للمؤسسات الكبيرة. It could provide facilities to this type wholesale. While the retail banks lends to the households and small business. قروضها بتكون موجهة للمشاريع, للمنشآت الصغيرة, للمحلات, للأشخاص ممكن يقترضون منها. فبتلاقي معظم البنوك مكتوب عليها ريتيل بانكس تجزئة أو تتعامل مع المؤسسات الصغيرة والأشخاص. It could be also classified as corporate versus consumer. بنوك استهلاكية وبنوك تجارية أو تبع الشركات أيضا. For example, Citibank is largely a
corporate bank out of America, but consumers banks focus on the developing customer. الكونسيومر الاستهلاكية هذه أو البنوك اللي بتتعامل مع الكاستمر أيضا مثل الريتيل هي نفس طبيعة الريتيل. ماني سنتر versus لوكال بانك again ريتيل كونسيومر لوكال سيم as for us at least. بنك مسقط ألاقيه هو عبارة عن ريتيل بانك كونسيومر بانك لوكال بانك أو الام بي او ناشونال بانك اوف عمان. الميرشنت بانكس التجارية اللي بتقدم خدمات استشارية ادفايسز ميرجرز اند اكوزيشن بتقوم بعمليات الاستحلال الدمج نصائح في العمليات الاستثمار عندها اقسام خاصة بإدارة الجزئيات هذه من ميرجرز اند اكوزيشن سكيورتيز استثمارات في الأوراق المالية الضرائب إدارة العوائد ممكن تلاقي استشاريين أو أقسام خاصة في البنوك تبعنا هذه لتقديم خدمات التجارية. Recent trends for this industry for example loss of market share من المخاطر أو important recent trends affecting the banks التوجهات الحديثة اللي بتأثر على البنوك loss of market share أنه نخسر جزء من حصة السوق. وإحنا هنا البنوك التجارية مثلاً بدأت أو خسرت جزء من حصتها للبنوك الإسلامية. When the عمان introduced Islamic bank, so all the conventional bank lost part of its share to benefit of the Islamic bank. فخسرت جزء من حصتها بالسوق لمصلحة البنوك الإسلامية. عشان كده معظمها رجعت فتحت نوافذ. So therefore, most of them opened a window, Islamic window for conventional bank to keep their share or market share عشان يحافظون على حصتهم في السوق. High profitability and increasing fees income. أيضا الربحية الآن في زيادة معهم زيادة الخدمات اللي بيقدمونها وبالتالي زيادة الدخل من هذه الخدمات وتنوعها. Increasing the risk as well. مخاطر. مخاطر التنوع مخاطر الاستثمارات increasing back up source of fund ايضا زياده الاحتياطيات او تمويل الاحتياطيات اللي يحتاجها البنك المركزي لتغطيه الامان على الودائع او غيرها. تكنولوجي تشينج هذه اثرت على كل التغيرات في التكنولوجي ولاحظنا الان البنوك تتعامل بسرعه مع التغيرات اللي صايره وبتقدم خدمات الكترونيه والى اخره. عمان فاينانشال سيستم نظام العمان احنا بروموت ذا ديفلوب اوف بانكينج انستتيوشن هذه اول فقره في النظام المالي في عمان بروموت ديفلوب اوف بانكينج انستتيوشن تشيع تسهيل تقديم تسهيلات وش ويل انشور ذا مينتنس اوف مونيتري اند فاينانشال ستابيلتي الهدف دائما هو استقرار الوضع المالي للدولة contribute to the economic مساهمة في الاقتصاد and financial growth النمو المالي هذه هدف عام للدولة ينفذها البنك المركزي من خلال سياسات المالية للبنك. So Central Bank of Oman CBO established under the law of CIS من قبل الدولة adopts sound licensing policy and broad intel regulation and supervision set productivity as means to maintain monetary and financial stability زي ما ذكرنا قبل شوية to contribute to the growth and enhance the sultan's image and reputation. إذا هو أنشئ وفقا للقانون في قانون تأسيس البنك المركزي هدفه الإشراف على التراخيص اللي بتمنح للمصارف والمؤسسات المالية في الدولة وضع الريجوليشن القوانين لها الإشراف عليها كل هذه to maintain the monetary and financial stability المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للدولة to contribute to the growth أيضا وسيلة لي مو زي ما قلنا لا سياسات في تشجيع الاستثمار في تشجيع الإيداع
الفاينانشال سيستم هنا في عمان consists of the following entities. اولا عندي الكوميرشال بانك، البنوك التجاريه في 7 بنوك، الاهلي، ظفار، مصدر، صحام، الاتش اس بي سي، ناشونال بانك اوف عمان، والعربي. الكوميرشال بانك الفورن بانكس 9 بنوك موجودة تشتغل داخل السلطنة مرخص لها من البنك المركزي. في عندي بنوك متخصصة اللي هي بنك التنمية وبنك الإسكان العماني، بنكين. وفي بنوك الإسلامية أيضا محلية اللي هي بنك العز وبنك نزوة، بالإضافة طبعا ل6 نوافذ للبنوك اللي يعني المفترض أن تكون 6 بنوك وليست 7 على فكرة. الـ HSBC ليس بنك محلي، هو فرع لبنك دولي. فعندي 6 بنوك فعليا. الأهلي عنده نافذة اللي هي الأهلي إسلامي، بنك ظفار عنده ميسرة إسلامي، بنك مصدق عنده ميثاق، بنك صحار عنده الصحار الإسلامي، MBO عندهم المزن National Bank of Oman، البنك العربي عندهم اليسر، اليسر للصيرفة الإسلامية. هذه البنكين الإسلاميين و6 نوافذ للبنوك الأخرى. بالشركات الإقراض، شركات التمويل أو التأجير، هذه أيضا 6 شركات تعمل داخل السلطنة. liquidity management اللي هي إدارة السيولة. إذن the liquidity management operation of Central Bank of Oman aims البنك المركزي at ensuring the absorption of الريال العماني liquidity when the banking system remain in surplus and injection of الريال العماني liquidity when the bank system confront of deficit. فبيتدخل دائما سياسة البنك أو إدارة السيولة في البنك المركزي، مهمتها أنها تحافظ على الاستقرار المالي. العملات اليوم صارت زي السلعة، فإذا كان المعروض في السوق كثير ممكن تنزل قيمتها. شايفين اليوم الأسواق مثلا الأسماك أو الخضار لما يكون معروض كثير في السوق تنقص قيمتها، لما يكون في نقص في المعروض السعر بيكون عالي. نفس الشيء بالنسبة للعملة، إذا المعروض منها كثير ممكن تنقص قيمتها، بالتالي البنك المركزي يتدخل لسحبها إذا فيه surplus. كيف؟ surplus liquidity is primarily absorbed through issue the short term instruments such as central bank certificate of deposit أو issue of debit instrument، وأكثر شيء اللي هي ال government treasury bills and governmental bonds، هذه اللونج تيرم. فممكن يتدخل البنك المركزي ويسحب السيوله الزايده من خلال اصدار سندات او شهادات ايداع البنكيه، او من خلال اصدار الاسهم او سندات الخزينه. سندات الخزينه اللي بيصدرها البنك المركزي هذه بتكون لفترات قصيره، الجفرمنتال بوند بتكون لفترات طويله، هنا بالايام ممكن تكون 90 يوم، 180 يوم، 30 يوم، شهر. فبيسحب السيولة، بيشتريها منهم، بيسحبها وبيعطيهم شهادات إيداع مقابلها أو سندات خزينة أو دون خزينة. هذه في حالة إن في فائدة معها، يسحبها وينزلهم هذه الإيداع. liquidation injection إذا في نقص. On the other hand, it's carried out through ريبيرشاز الأجريمنت، إعادة الشراء بعض الأوراق التجارية أو بعض القروض حتى يشتريها من البنوك يوزنج السي بي أوز سيريز اللي هي المقايضة. الجفرمنتال ديفلوبمنت بونز مرة ثانية يعيد بيعها، أو تريجري بيل اللي هو كان مشتريها مصدرها هنا، صدرها واخذ فلوس مقابلها، اليوم راح يستردها ويرجع الفلوس للسوق. فهو اداره مهمتها
مراقبة كمية الأموال أو السيولة اللي موجودة في السوق. نقصت ممكن يضخون من خلال هذا الطريق، زادت السيولة ممكن يشتريها في هذه السيولة. هذا ما يخص الشابتر الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.